السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: انتخابات معلنة حكوميا مرفوضة عراقية. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول بتفاصيل هذه الحلقة نود التنويه هنا أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 1072 أفقي على مدار القمر نايل سات كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. نكرر التردد مرة أخرى: 1072 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا وكذلك من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. عندما جاءت حكومات ما بعد الاحتلال وسيطرت على الحكم في العراق، أطلقت الوعود للعراقيين ووعدتهم بحياة رغيدة وسعيدة وكريمة، وسيكون العراق الجديد كما وصفه ما يسمون بسياسي العراق ليس كسابقه، لكن الحقيقة كانت كما توقعها مناهضو الاحتلال ورافضو العمليات السياسية التي جاءت بعده. حقيقة أظهرت بشاعة المشهد وحجم الطائفية والفساد والإجرام الذي يتمتع به كل من شارك بهذه العملية السياسية. واليوم نحن في عام 2020 وبعد أكثر من انتخابات مزورة متلاعب بنتائجها وخضعت الضغوطات الدولية بعيدة عن الاستقلالية، يخرج على العراقيين مصطفى الكاظمي بعد أن جاء وفق نظام المحاصصة الطائفية المقيتة يعلن للعراقيين إجراء الانتخابات بعد عام من الآن. فما هو رأي العراقيين بهذه الانتخابات؟ وهل سيرضى العراقيون بنفس الوجوه التي دمرت البلد؟ وطالما كان وما زال العراق يرزح تحت حكم اللصوص، هل بقي من يريد إعطاء أحزاب العملية السياسية فرصة أخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها بإمكان حضراتكم أن تجيبوا عليها من خلال أرقامنا، وننتظر إجاباتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة. بالحديث عن نفس الموضوع، طبعا موقع المونيتور الأمريكي قال إن حكومة مصطفى الكاظمي التزمت بتحديد موعد الانتخابات بدون ضمانات حقيقية حول نزاهتها وشفافيتها وتوفير الدعم المالي الذي يكلف 300 مليون دولار. أضاف الموقع الأمريكي أن قانون الانتخابات أكبر مشكلة في ظل حرص الأحزاب السياسية على وضع بنود تحفظ مكاسبها ونفوذها السياسي في الدورة المقبلة، مؤكدا صعوبة إجراء انتخابات مبكرة في العراق في شهر حزيران عام 2021 بسبب عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية والخلافات حول مفوضية الانتخابات. هذا رأي دولي. طيب، ماذا عن الرأي المحلي؟ يقول النائب كريم أبو سودة إن هناك العديد من الأسباب التي ستؤدي إلى تزوير الانتخابات في العراق. يعني هناك في العملية السياسية، في داخل العملية السياسية في العراق، من هو يتوقع من الآن أن هذه الانتخابات القادمة التي أعلن عنها مصطفى الكاظمي ستكون انتخابات مزورة. يقول النائب كريم أبو سودة إن المال السياسي والانتخابات الخارج وانتخابات الخارج والبطاقة الانتخابية وملف النازحين هي أسباب ستؤدي إلى تزوير الانتخابات في البلد، فضلا عن السلاح المنفلت الذي تبلغ نسبة تأثيره في تزوير الأصوات الانتخابية بنسبة 20%.
يعني نفوذ الميليشيات وسطوتها واستطاعت هذه الميليشيات أن تزور الانتخابات بقوة السلاح. النائب البرلماني أيضا جمال كوجر يقول إن هناك الكثير من الأسباب التي تمنع إجراء انتخابات نزيهة في العراق. مشاهدينا الكرام، يعني هذه الآراء وغيرها من الآراء التي سبقت في الانتخابات السابقة كلها كانت تدلل أن لا نزاهة ولا شفافية ولا مصداقية لحكومات ما بعد الاحتلال في العراق. فكيف بهذه الحكومات أن تخرج للعراقيين أو تخرج للعراقيين انتخابات شفافة نزيهة مستقلة عادلة يعبر فيها العراقيون عن أصواتهم بكل أريحية بدون ضغوطات أو بدون تزوير؟ ما الضمانات التي يملكها العراقيون أو التي قدمتها حكومات ما بعد الاحتلال للعراقيين لعمليات انتخابية نزيهة وشفافة؟ هل بقاء هذه الوجوه الموجودة في العملية السياسية الآن سيضمن للعراقيين انتخابات غير مزورة؟ أليست الانتخابات الماضية كانت برفض عراقي وصل إلى أكثر من 82% من المشاركين في الانتخابات؟ ومع هذا ومع التزوير لم تستطع هذه الحكومات أن تصل حتى إلى أكثر من 45%. يعني الشعب العراقي رافض العملية السياسية وخرج بثورة تشرين وضحى بدماء وقدم شهداء وجرحى ومعوقين ومخطوفين ومغتالين وغيرها. كل هذه الأمور، لماذا يصر من في العملية السياسية على البقاء رغم رفض الشارع له؟ ولماذا كذلك يتمسك هذا العالم بمجموعة من اللصوص يحكمون العراق ودمروه خلال 17 عاما برأي الجميع، برأي الجميع بمن فيهم الدول التي تدعم هؤلاء؟ لماذا يصرون على بقاء هذه العملية السياسية وهم يرون الشعب العراقي رافض لوجودهم ويريد إجراء انتخابات بإشراف أممي بعيدا كل البعد عن الأحزاب، عن الطائفية، عن التأثير الخارجي؟ من معنا الآن؟ السيد أبو محمد من السماوة، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم، شلون أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للانتخابات، نعم. الانتخابات بالنسبة لها ما صور تنجح هالمرة وما تصير انتخابات بظل هاي الظروف اللي يمر بها البلد. في ظل جائحة كورونا وغيرها من الأمور والمشاكل السياسية اللي تصير. ثانيا هم هذول اللي احزاب سياسيه، نعم. هم ما يرد، انا باعتقادي هم ما يردون يسوون انتخابات. هم راح يسوون سيناريو مثل السيناريو اذا تتذكرون بال 2014 اللي اراد يسويه نور المالكي وما نجح بانه، نعم. لا اذا يريد ولايه ثالثه، نعم. فهذه كلها دعاءات كاذبه لانه هم يردون ابكر من هذا الموعد وانه كانوا ظنين موعده شوي بعيد، نعم. فهم ما راح يخلون الانتخاب يكمل، وانا اريدكم تسجلون هذه الحلقه وتذكرون هذا الكلام، ما يعني راح يخلون يكمل. ابو محمد الموضوع وكانه حضرتك تطرحها بطريقه انه الكاظمي هو ضحيه وديريد يصلح بس ما يقدر بسبب الحواليه. اليس الكاظمي هو جزء من هذه العمليه السياسيه واصلا جاء للحكومه المؤقته بسبب التوافقات الحزبيه؟ صحيح، اساسا هو جزء من المشكله، هو جزء من هذه العمليه التنافسيه على السلطه، نعم. ولكن لانه هو تبعيته اكثر شيء لامريكا وهم يردون شخص تابع لايران، وهذا مسلسل طلع احنا نعرفه على السلطه بين ايران وامريكا. لكن المصادر المتداوله الان داخل الساحه السياسيه ان عمار الحكيم هو الذي يقف خلف مجيء مصطفى الكاظمي بسبب ضغوطاته وتاثيره، يعني أيضا جاء من طرف موالي لإيران، حليف مع إيران. طبعا عمار نبذته إيران، أنا بتصوراته وحساباته أعتقد أنه نبذته إيران، فبدأ يتقرب لأمريكا مثل ما تقربوا قبل الاحتلال لأمريكا ونجحتهم أمريكا بالعراق، وبعدين أصبح الناس منافقين. يعني ليش تترجى من المنافقين؟ نعم. اللي هم ساعوا إيران وساعوا أمريكا، ضعفت أمريكا وقوة إيران صاروا إيران، نعم. ضعفت ايران صاروا امريكا، هذا هم ديدنهم وهذا هو شعارهم بالحياه وهذا، نعم. مفعولهم بالعمليه السياسيه. انا اشكرك يا سيد ابو محمد من السماوه للمشاركه، شكرا جزيلا. معنا السيد هشام من الموصل، تفضل يا هشام. هشام
السيد هشام موجود؟ غير موجود. أبو حسن من بغداد. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. ربي يحفظك. الله يسلمك. أخوي محمد، أول شيء ضمانات ويا ذولا ما أعطوا ضمان. لأن كلهم تبعية إيران. نعم. وتبعية إيران تمشي بأمر إيران، ما يهمها أي أحد. نعم. أسر لما أجي هذا الخاوني، أول شيء توافق الأحزاب. لا حد يقول لي إذا صار بطل فيلم وبدا ينقذ العراق. هم توافق مال الأحزاب جت فيه وسبمته. هاي وحدة. نعم. اثنين، هم كلهم يعني بالنهار يتكلمون مع بعضهم. نعم. ضد واحد ضد الله. بالليل متفقين. نعم. فهذول أكثر جمع عندهم يعني أي ضمانة منهم. صار كم سنة؟ يعني هسه هم كم سنة صار لهم؟ نعم. صار من الاحتلال لحد الآن. قدموا للعراق. نعم. سنة وشيعة. لا تقول لي عشان احنا سنة نقول الكلام، لا، سنة وشيعة. نعم. زين، هل يعني سووا شيء لل بالخيام؟ نعم. حددوا الامور مال وزارة الصحة، الصناعة انتهت، الزراعة انتهت، همهم يخدمون ايران اكثر شيء. يعني شنو؟ نعم. الفلوس دي تروح كلها مواد غذائية وشغلات، ليش احنا مش كنا قبل بلد منتج؟ اما بالانتخابات اخوان لا ترجون اي شيء من دوله. يعني ابو حسن، انا اسالك بهاي النقطه، هل تتوقع انه اكو بعض العراقيين اللي ممكن ينطون فرصه لهاي الحكومه، لحكومه الكاظمي او لهاي العمليه السياسيه والمشاركين بها، ان هم اعطوهم فرصه بلكي الانتخابات الجايه يتغير الوضع؟ هل تتوقع اكو بعد بالعراقيين هذا النوع من الناس اللي بعد 17 سنه من الذل والاهانه وهو يعيش تحت حكم اللصوص، مع هذا يريد ينطيهم فرصه بعد؟ مو قبل قال اعطيني 100 يوم هذا المالكي. نعم. استوى من 100 يوم بالعكس زاد الطين بله. لو هسه لو يقول لك يعني عيد البلد خلال سنه كذب. لا، انا اقصد على الناس، على العراقيين، هل اكو تتوقع بالعراقيين بعد اللي يقبل ينطي فرصه لهؤلاء؟ ابدا. اللي يعطي فرصه هذا مو بوعيه وما يعرف الحياه كلها. نعم. يعني اي واحد يروح يقول انا اريد اعطي فرصه لهذا الرجل، قل انت مخطئ مخطئ مخطئ. لان اكو شغله يا ابو حسن، حتى نكون ايضا منصفين، الانتخابات اللي فاتت، اخر انتخابات حصلت في العراق اللي كانت نسبه التزوير بها او مشاركه بها كانت اكثر من مقاطعه اكثر من 82% والمشاركه 18% بس، وحصلت نسبه تزوير كبيره. مع هذه النسبه كان هناك بعض العراقيين اللي شاركوا بالانتخابات وحكوا بمبدا دعونا نعطيهم فرصه، خلي نشوف، ربما اكو شيء يتغير. وللاسف كان بهم بعض المثقفين، كان بهم بعض من يحسبون على المثقفين. طيب شلون تشارك انت وبلدك مدمر صار له 17 سنه؟ اخي واحد يحكي حق الله غير. هذول ابدا ما ينصاعون المنطق العقل، هاي وحده. نعم. اثنين، البلد، الانسان لما يشوف بلده مدمر الا اللهم هذا الرجل مو من البلد. يعني هسه انا يعني لما اتكلم محروق دمي على بلدي. نعم. على الناس اللي ماتت، اللي انقتلت، اللي تجوع، اللي تمرض مرض وتموت. نعم. انا ابن بلد، بس هم هذول ما يحسون بالبلد اخي، يعني مو اهل بلد. نعم. أبو حسن، أنا أشكرك للمشاركة. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. مساء الخير، كيف حالك؟ حياك الله، أهلا وسهلا. تحية لك أستاذ محمد، تحية للغناء وكادرها الطيب، تحية للأخ. وأنا أيد أبو حسن اللي قدام، هذول ما ينعطون فرصة، لأنه أستاذ محمد الكاظم هو جزء من المشكلة، ولا أتوبه هم رجموا بالكاظم من أجل أن يقطع على المجرمين والقتلة والسراق. نعم. هو سارق، هو جزء منهم استاذ محمد. هذا يعني ايش قدم للعراق؟ لن يقدم للعراق شيء ولا يرجى منهم شيء. 17 سنه من الاجرام والكذب ونفس الوجوه الكادحه هي. نعم. لابد من اسقاطها، ارسل له اولهم الكاظم، اول ما يتحاكم الكاظم لانه فاسد. نعم. هو وتحرير الشعب العراقي. انا اشكرك يا سيد ابو فيصل من السعوديه. طبعا نقرا بعض الرسائل الوارده حتى نواكب مع المشاركين على الواتساب اول باول. رسالة تقول: أستاذ، طبعا الأخ يتكلم عن موضوع المدارس، يقول شوفونا حل المدارس الأهلية، والله الناس بدون شهايد صاير مدير مدرسة. ما هذه المشكلة وهذه هي الكارثة في العراق، أن
بعد الاحتلال وبسبب نظام المحاصصة الطائفية وأنه لا اعتبار لقانون انتخابات ولا لانتخابات بشكل عام بسبب التزوير طبعا، يأتون بغير المناسبين بالأماكن المناسبة، وبالتالي تدمر المصالح الحكومية، المؤسسات، الشركات، القطاعات الحكومية بشكل عام، وتدار من قبل الهواة إذا صح وصفهم بهذا الوصف، وطبعا يسير البلد من سيء إلى أسوأ. يقول أحد المشاركين بلد ترسو، يقول عفوا هو كاتبها بالعامية، يقول بلد ترسو عصابات عجم، لا كهرباء لا مي لا عيشة، دمرونا وانتخابات وهمية مزورة، ولن أنتخب أحفاد خميني العجمي. طيب، في رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول بعد التحية والسلام: يبدو أن كل كتلة سياسية تريد التشبث بمقاعدها في الانتخابات، والأزمات في البلد ليست وليدة الصدفة، بل جاءت 17 عاما بعد 17 عام ودمارا، أزمات عدم توافق وعدم اهتمام بمصالح الشعب، حكومات لم تعمل على توفير حلول للأزمات، لذلك الانتخابات المبكرة. وطبعا موضوع المبكرة هذا خلص يعني لغي هذا الوصف، المبكرة المفروض بعد شهرين من تسلم الكاظمي، وهو صار له 3 أشهر بالحكم وأجلها سنة، فأعتقد كلمة مبكرة صارت قديمة يعني. يقول: الانتخابات المبكرة لن تحل الأزمات، لذلك الثورة مطلب يحل الأزمات ويعيد للبلد هيبته عزيزا بيد الثوار الأشاوس الأبطال. شكرا لك سيد مبروك. طبعا مشاهدينا، الانتخابات كان من المفترض أن تجرى بعد شهرين من تسلم الكاظمي كحد أقصى، والآن نراها تؤجل لمدة سنة، وكان الدارج داخل العملية السياسية أنه رفضت أغلب الكتل السياسية إجراء الانتخابات لأنها لا تريد، كما تقول مبرراتها، أن العراق غير جاهز لإجراء الانتخابات. هناك تذرع بوضع كورونا، الوضع الصحي في العراق، هناك يعني تذرع بقضية الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق، الانهيار الأمني، موضوع المهجرين والنازحين. كل حزب سياسي موجود في العراق يتذرع بذرائع واهية، يريد تأجيل فقط هذه الانتخابات ومد عمر هذه الحكومة قدر المستطاع إلى أن يجدون حلا للخلاص من هذه الثورة ومن الربض الشعبي المستمر لهم. لكن هل سينجحون في قطع هذه الثورة، إنهائها، قتلها، قتل الثوار؟ هل سنراهم مستمرين بهذه العملية السياسية، يتشبثون بالمنصب؟ يعني هل سيبقى العالم يتفرج على العراق ولا يشارك ولا يتدخل لإنهاء هذه الأزمة، ونحن هنا نتحدث فقط عن التدخل الدولي لاقتلاعها أو مساعدة العراقيين على اقتلاع هؤلاء؟ العراقيون يرفضون التدخل بشؤونهم بشكل عام. من معنا الآن؟ السيد أبو طه من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حيا خالص لك ولا قناة الرافدين. أهلا وسهلا أستاذ محمد. بالنسبة للانتخابات المبكرة، هاي صارت سالفة قديمة. نعم. انتخابات مبكرة، ما إحنا نريد الانتخابات خلال شهرين ثلاثة، مو الكاظمي يبعد ليها سنة 21. طيب. شهر السادس يعني راح يصفون كل امورهم بها ويدمرون الشعب اكثر من ما هم دمروه. زين. نعم. منا لما يجي هذا الموعد ابو طه، شنو الفكره من اذا كان الموعد بعد شهرين او اذا كان الموعد بعد سنه ونفس الوجوه ونفس الاحزاب موجوده تريد تشارك بالانتخابات، شنو اللي حيتغير؟ لا استاذ محمد، احنا نرفض هذه الاحزاب ونرفض هذه الوجوه القديمه. نعم. لانه الوجوه القديمه ما قدمت اي شيء للشعب هذا. نعم. قدمت للدمار والقتل والتهجير. نعم. والسرقه. زين، يعني اخر ما توصلوا اليه زين. نعم. هم الاسماء قبل يومين. نعم. ما يريدون العراق يرتاح ويكتفي. بعد هيستورد من الخارج. نعم. من جارة السوء ايران. بانه هاي تنضرب مصالحهم. نعم. تنضرب مصالحهم، تنضرب
فاحنا نريد انتخابات بعد شهرين ثلاثه، من هواي بعد اربعة اشهر، حتى الله يخلصنا من هاي الزمره حشاك الفاسده اللي دمرت الشعب. ابو طه، هل ظروف العراق الان في ظل هذه، في ظل وجود هاي الاحزاب والميليشيات والحكومات المتعاقبه، حكومات اللصوص، هل العراق جاهز لاجراء انتخابات وهم موجودين، ام يجب اولا ان يتخلص العراقيون من هؤلاء وبعد ذلك تحدث الانتخابات؟ هو المفروض الكاظمي ان يتخلص من هاي الاحزاب او يجمد هاي الاحزاب زين. يعني انا ارجع واسال يا سيد ابو طه، اليس الكاظمي جزءا من هاي العمليه السياسيه؟ طيب شلون تريده يجمد الاحزاب ويحارب الفساد؟ اشو هو اول ما بلش بسم الله الرحمن الرحيم راح حط ايده بيد الميليشيات، وشلون حيغير؟ طبعا استاذ محمد، اول هي مشون الكاظمي على ما حرامهم زين، نعم، حتى ما يكون شغله الانتخابات. بس الكاظمي لا يريد اصلاح العراق ويريد العراق ان يستقر زين، يجيب قوات، نعم، قوات أجنبية لحفظ الأمن بالعراق. طيب. ويجي انتخابات زين. طيب. يعزل الميليشيات على صفحة ويسوون انتخابات هزيها بإشراف الأمم المتحدة. زين؟ طيب أنا أسألك يا أبو طه، أنا أسألك لأنه حضرتك قد تتعشم هواية بشخصية ما قدمت شيء، صار له 3 أشهر، إيش قدم مصطفى الكاظمي للعراقيين؟ كل شيء ما قدم، حرام بالحرم. نعم. يصدر قرار اليوم يتراجع عنه باكر زين. نعم. طيب هاي الوعود اللي انطاها بايقاف العنف ضد المتظاهرين وايقاف القمع، وشدد يعني كما تداولتها المواقع الحكوميه الاخباريه، شدد الكاظمي على قواته على قياداته الامنيه بحمايه المتظاهرين، هذا الكلام وين على القاع؟ ليش ما نشوف المعتقلين يفرج عنهم الابرياء وتعاد محاكمه الابرياء الموجودين في السجون؟ ليش ما سحب السلاح من الميليشيات؟ هاي مو كلها كانت وعود اعطاها الكاظمي، صار له 3 أشهر، ايش حقق منها؟ كل شيء محقق منها زين؟ نعم، كل شيء محقق من عندها، حتى اذا يريد يحقق الصدق ويبين هو رئيس دولة. نعم. زين؟ يقدم الاشخاص بالقوة الامنية اللي اعتدوا على هذا الطفل ويعلقهم بساحة التحرير. زين قدام العالم كلها يعلقهم، حتى نقول الكاظمي خطوة واحدة صحيحة. طيب. كل خطواته خطوة هي قدام واربعة اللي ورا. إذا طبعا أنا أشكرك يا سيد أبو طه، إذا هذا كلام يؤكد أن مصطفى الكاظمي ليس أهلا لهذا المنصب، ولا يجب أن يعطى فرصة أصلا، لأنه لم يحقق للعراقيين ما وعدهم به. 3 أشهر من حكمه وهو يعد بالعراقيين كل يوم ويطلع يخطب بالناس ويروح يسوي أفلام ومسرحيات قدام الكاميرات، كل هذا للشو الإعلامي كما يسمى، لكن على أرض الواقع ما الذي تحقق؟ رأيناه ماذا حدث في البصرة مع ميليشيا ثأر الله، أمر وطلع بضجة إعلامية وأغلقنا مقر الميليشيا واعتقلنا عناصرها، ورجعت الميليشيا طردت قوات الأمنية ورجعت مكتبها، ونفس الشيء اللي صار مع ناصر حزب الله، ميليشيا حزب الله العراق، تم إلقاء القبض عليهم هم بجانب منصات صواريخ وبعدين طلعوا براءة لعدم كفاية الأدلة. هاي مهزلة، كيف يمكن لهذا الشخص أن يقود العراق وهو يكذب على العراقيين أو يكذب على العراقيين بكل وعد أطلقه حتى هذه اللحظة؟ أبو علاء من واسطة، تفضل. الله يسعدك أستاذ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا. شلونك استاذ؟ الله يبارك بيك، الله يسلمك. اقول لك استاذ، هو موضوع حلقتكم على الكاظمي، لا، موضوع حلقتنا عن انت كمواطن تقبل بقاء هاي الاحزاب والحكومات بالانتخابات القادمه؟ اقول لك استاذ محمد، هاي الاحزاب ما 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 وراها نتيجه مثلا بانتخابات وغيرها. نعم. ايش تنتخب منهم؟ يا تنتخب عزنا تدري اهو؟ عوزنا بس باقر جبر طولاه والشهر الثاني يحكمون بعد. ايه شلون؟ اقول لك عوزنا بس الشهر الثاني بعد. ايه
مو هم يتداولون كل ما يجيب له 3 سنوات 4 ورد المال، هم هذا شغلهم. نعم نعم. ايه ايه، وكل ظنه والله يعني ماكو ظنه وراهم دول. شنو الحل برايك يا ابو علاء؟ والله استاذ محمد الحل، شنو الحل؟ الحل الا هذول يا رب الله يشوف لهم فرقاعه. والله والله شنو الحل؟ شو اسمه هذول ما يطلعون. ليش ما يطلعون؟ مو عندنا شباب موجودين بالقاع الان دي يتظاهرون؟ موجودين استاذ محمد، موجودين الشباب والله يحفظهم، بس استاذ محمد يعني هذول الا الا يا ربي الا دماء يا الله يطلعون، ما يطلعون الا دماء. إيه. نعم. إيه. أنا أشكرك، وضحت فكرتك يا أبو علاء من واسط، رأي يحترم. أبو علاء يرى بأن الظلم يعني وصل إلى قمة لم يعد يحتمل الآن في العراق، ويرى بأنه يعني يجب أن ينهى الدم بالدم. أحمد من بغداد، تفضل يا أحمد. أحمد، طيب مشاهدينا نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. موضوعنا اليوم لهذا الاسبوع هو عن الانتخابات التي اعلنت عنها حكومه مصطفى الكاظمي ورفض العراقيين لهذه الانتخابات ولكل الوجوه المشاركه بالعمليه السياسيه منذ الاحتلال ولغايه هذه اللحظه. فهل سيرضى العراقيون ببقاء هذه الوجوه للانتخابات القادمه واعاده نفس السيناريو ونفس الشخصيات وان تغيرت المناصب؟ كما قال السيد ابو علاء من واسط، يقول يروح فلان يرجع لنا ورا سنتين بمنصب جديد، فهل سيبقى الوضع او سيرضى العراقيون ببقاء الوضع على ما هو عليه؟ هذا سؤال. معنا السيد مصطفى من مصر، تفضل. من مصر يعني. مصطفى، السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سيدي، بالنسبه لما يسمى الانتخابات، اتحداهم إذا نجحوا في أي عمل انتخابي كما يدعوا. يا سيدي، نعم. الشعب هنا العراقي لا يقبل بأن تحكمه عصابة لا دين لها ولا وطن لها أبدا. مستحيل. نعم. مستحيل. فيا سيدي، دول يعني شوية عصابات يعني وجه من وجوه المستعمر الأمريكي الياباني يستخدمهم للقتل والنهب والسرقة، وانتخابات كلها مدورة حقيقة يعني، مع احترامي للعظماء وطن العرب كلها مدورة. واضح الكلام، واضح القصه، قصه استعمار. هم مش عايزين انتخابات عشان الشعوب ما تنفركش ارادتها ويبقى عندنا تداول سلم للسلطه. واضح وضوح الشمس ان المجتمع الدولي يعني يساند هؤلاء القتله، لان عارف لو الانتخابات انكسرت في اوطاننا والشعب خسر حكامه هتنهض اوطاننا وهيعود السلم وهتعود النهضه والتطور. فيا سيدي، المجتمع الدولي لا يهمه قتلنا. احنا يعني ممكن شعبنا البطل يشكل مجلس ثوري انتقالي وينتخبوا في التحالف في الميادين. يا سيدي، الشعب العراقي شعب كبير، شعب عظيم، شعب محارب من الافتراض الاول، لا يقبل ابدا. والحقيقه يعني هو الشعب العراقي ما استسلمش، وقاوم ومستمر في المقاومه، لكن السلاح والعصابات وتجار الدين يا سيدي يقتلوا علنا جهارا نهارا بدون محاسبه بدون مساءله. فيا سيدي، نتوقع ان شعبنا العراقي
يقبض عليهم قريبا باذن الله تعالى. وانا اشكر سيادتك. شكرا جزيلا. معنا السيد ابو علي من جرف الصخر. ابو علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امكن اشارك بالبرنامج؟ اي تفضل حياك الله. عمي ذول الزهرة إلا الشعب العراقي يطق عليهم كنز شلع قلع. نعم. هذول زمرة ابتلينا بيهم بلوى. نعم. هذا فات زمرة إلا الله رب العالمين يخلصنا من عدهم. نعم. والله العظيم والله العظيم الشعب يقوم التفاضة عارمة ويشيلهم قلع شلع. هؤلاء جو عملاء ودمروا البهن واستهوا محرمات والأهل وخذوا كل ديراننا في جرف الصحر. نعم. وهاي عصابات إجرامية. نعم. عصابات إجرامية. نعم. أكلوا البلد أكلوه كله من ساعة الراتع. سيد أبو علي حضرتك بداخل جرف الصخر لو مهجر؟ لا والله مهجر. صار لك كم سنة؟ هاي السنة الرابعة. الرابعة. واكو غيرك صار له سبع سنوات. هو احنا كنا طلعنا من 2014. نعم نعم حيصير سبع سنوات. يعني الان صار لكم هاي السنين ولغايه هذه اللحظه ما اجت حكومه انصفتكم ورجعتكم الى مناطقكم. لا حكومه ولا منظمه ولا امم متحده. نعم. ولا كل ولا حد يتكلم يقول خذتها حزب الله ولا حد يتجرأ لا مسؤول. نعم. الصبح ولا اي واحد. نعم. اي مسؤول يطلع على شاشات التلفزيون من محافظة الصابي يتبجح بالكذب والنفاق. نعم نعم. انا اشكرك يا سيد ابو علي من جرف الصخر للمشاركه. وضحت الفكره. معنا السيد عمار من جرف الصخر ايضا. تفضل يا عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي احنا من جرف الصخر صارنا 3 سنين نازحين. نعم. نطلب من الكاظمي رجعنا حكومه بابل. نعم. من 2014 لحد الان 2020. نعم. ايه. سيد عمار سمعت ابن منطقتك السيد ابو علي من جرف الصخر كان يتكلم قبل شويه يقول انه كل الموجودين بالسلطه هم يكذبون علينا. صار لنا 7 سنوات مهجرين ما حد اجاب علينا ما حد شاف شنو وضعنا. ميليشيا حزب الله مسيطره. طيب شلون تترجى او شلون تناشد مصطفى الكاظمي وهو لغايه هذه اللحظه اول ما بداها حط ايده بيد الميليشيات يعني من ضمنها حزب الله والعصائب وسرايا السلام وغيرها. شلون تنتظر من هذا الشخص انه يرجعك لبيتك؟ اخي احنا بس نريد حالنا نرجع المنطقه لان صار لنا 7 سنين ناجحين. نعم. اي والله. نعم. نناشد لحكومه بابل ومصطفى الكاظمي. الله يكون بعونك يا عمار ويكون بعون كل اهل جرف الصخر والعراقيين بشكل عام. انا اشكرك. معذور السيد عمار وغيره من اللي يناشدون هاي الحكومات. يعني بعض العراقيين يريد اي حل وان كان حتى من هذه الزمر. يعني لا يزال الامل لديه او بصيص من الامل لديه لعل وعسى يدب الضمير الميت في قلوب هؤلاء ليتحركوا تجاه الناس المهجره والنازحه. لكن المناشده لمن؟ للذين يرون العراقيين يقتلون في الشوارع ولا يحركون ساكن، أو للذين يقتلون العراقيين في الشوارع بدم بارد؟ يعني المناشدة كانت للسياسيين فهم الذين سببوا هذا الدمار وهم الذين هجروا الناس وهم الذين قتلوا العراقيين وسرقوا أموالهم. فكيف يناشد اللص القاتل للعودة إلى التوبة أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البلد المدمر؟ هو السبب أصلا، هو الخراب، هو الأساس في دمار هذا البلد. السيدة أم أحمد من بغداد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أستاذ محمد يجب على الشعب العراقي أن يقاطع الانتخابات. وليس فقط بقاطعها. هاي إن حدثت وإن أجريت وإن أتى موعدها. نعم. نرفض هذه العملية. نعم. وعلى الشعب أن يصعد. الأخ اللي اتصل من واسط. نعم. يقول انه ننتظر من الخارج تاتينا مساعده والظلم وما حصل على العراق الا بالدم. نعم.
من 2003 صار 17 سنة. هو زي صار بالعراق غير الدم والقتل والقمع. نعم. والتهجير. وكل المظالم مرت على العراق وآخرها ثورة تشرين. نعم. شبابنا وين راحوا؟ هذا دماغهم شنو اللي راحت؟ ما هو هوزن؟ نعم. هو الأمر ليس سهل أو بسيط. نعم. يحتاج أمر يستحق إنه الشعب يتعب ويبذل. وراح يتعب أكثر من هذا التعب اللي هسه دي. نعم. الخريج والأمي كلما محط الحقه. نعم. وحضرتك سألت أحد المتصلين إنه هل يوجد عراقي لحد الآن يقول إنه نعطي فرصة ولنرى ماذا سيحدث بالانتخابات القادمة. مع الأسف يوجد. نعم نعم. يوجد بالعراق هذه الشخصيات لأنها تنتمي للأحزاب. لأنهم استفادة من عندهم فتوليهم من هذا السبب. أنا أعتبرهم عملاء ومشاركيهم خيانة بلدهم. نعم. نقاطع أو نرفض هذه الانتخابات إن نعم. حصلت أو أن أقاموا انتخابات. نعم نعم. سيد أم أحمد من بغداد أنا أشكرك للمشاركة معنا السيد أبو محمد من بغداد. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أحب أشارك لهذه المجال. تفضل حياك الله. يعني هاي العراق ما يصير براس حاض ألا نخلص من هاي الميليشيات والأحزاب. نعم. أول شيء هو الكاظمي هو من عندهم الكاظمي هم جابوه. نعم. هو أصلا من عندهم. نعم. يدعي ما صار أصلا أبدا خلص من هاي الأحزاب يا الله العراق ما يصير براس حاض أول شيء هم الجنوب الواقعين نعم. بيها. والغربية كلها من العراق من جنوب الشمال كلها تسووا هاي الأحزاب. نعم. ما نخلص من عندهم. نعم. ما نخلص من هاي الأحزاب يا الله العراق يخرب راس الحظ. نعم. طيب. السيد أبو محمد أنا أشكرك للمشاركة وضحت الفكرة ووصلت الرسالة. والسيد حيدر من جرف الصخرة تفضل يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي هي ما جتنا حكومة من 2003 ولحد الآن. نعم. ماكو حكومة بها خير. احنا جرف الصخر ما يدري عن عائلة هسه كاظم مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي اللي جو يعني ما يقول هاي العالم ما جرف الصخر. نعم. وين عايشة؟ ما يقول وين عايشة؟ نعم. أنا ما أقدر أنتظر ما طلعت هذا الآن وقاعد أشوف والله كل واحد يطلع قاعد. نعم. عند الزوال خمسة أطفال عندي. ما راجع. نعم. ما راجع. من كل شيء عايشنا. لا مصطفى كاظمي ولا عبادي الشغل عندنا جرب أعداء تعبين أعداء جرب أعداء وشغل. سيد حيدر أنا أعتذر منك الصوت. ده يتقطع حاول الاتصال بينا مرة أخرى صوت بي مشكلة. معنا السيد صدام من جرف الصخر تفضل يا صدام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا عندك قتل اثنين مهجرين لا يفعل رجعنا ولا يفعل يعني كيف الله صورة حل. نعم. والناشدكم برشدكم رجعنا كيف نتيارة إن شاء الله توصل معاناتك وصوتك ورسالتك يا صدام. يا الله بيكون بتشوف مطار حل هالمشكلة. نعم نعم الله يكون بعونكم. الله يكون بعونكم. أنا أشكرك يا صدام من جرف الصخر. أخوة من جرف الصخر هواية اتصلوا اليوم وطبعا مرحب بالجميع. أريد نسمع طبعا هاي المشاكل اللي دا يطرح اليوم مشاهدينا الكرام هو جزء من موضوعنا جزء أساس هو أصلا جوهر القضية. الدمار والخراب الذي وصل بالعراقيين إلى هذا المستوى هو بسبب حكومات وأحزاب ما بعد الاحتلال. تنوعت الوجوه لرؤساء الوزراء لكن بقيت نفس السياسات التدميرية. والآن هذه النتائج ناس مهجرة منذ سنوات وحكومة تتحدث وتتباهى بالسيادة لا تستطيع استعادة منطقة مسيطرة عليها ميليشيات اللي هي جرف الصخر من أيدي عصابات أو ميليشيات حزب الله العراق.
منذ سنوات حيصير لهم 7 سنوات مهجرين مدى يقدرون يرجعون إلى مناطقهم. طيب وين السيادة؟ وين السلطة مال الدولة؟ وين القانون؟ كيف يمكن للعراقي أن يرضى على نفسه أن يبقى تحت حكم هؤلاء؟ كيف يمكن لمواطن عراقي أن يقبل أن يذهب ويلطخ إصبعه بالحبر لاختيار هذه الشخصيات؟ يعني الموضوع وصل إلى حد مشاهدينا الكرام، لم يعد هناك مجال للمجاملة. الوضع الآن في العراق وضع مأساوي بكل المقاييس، ولا وجود لأي حل إلا بالخلاص من هؤلاء. هذا هو شعار العراقيين الآن في الشارع، الثوار الذين خرجوا والذين قدموا هذه الدماء، كانت هذه الرسالة منذ البداية. قبل كانت المطالب خدمية، والآن نشهد بعض المطالب الخدمية بسبب الكهرباء. ونرجع ونقول أنه لا حل إلا بالخلاص من هذه الحكومات، لأنه طلعت انتخابات خدمية سابقا قمعوها ورجعوا الناس لبيوتهم، والسنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها، وكل سنة على هذا الحال وماكو حل. السيد أبو عبد الملك من كركوك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخوي؟ حياك الله، أهلا وسهلا. والله إحنا من أهالي كركوك، عندنا مناشد للحكومة العراقية. نعم. عندنا بعض المضايقات من الميليشيات اللي حاليا موجودة في كركوك. يا ميليشيات. من الشرطة الاتحادية. هاي الميليشيات هاي الحشد وما تبعها والغرة ثانية وغيرها. نعم. نعم. والشرطة الاتحادية. نعم، الشرطة الاتحادية عندنا مضايقات، يعني عندهم قانون لازم ساعة 6 الفجر لستة الفجر يلا يعبرون الناس. هاي بالسيطرات؟ نعم نعم بالسيطرات المداخل. نعم. طيب شنو السبب تأخير الناس لهذا الوقت؟ ما أعرف، هم عندهم تبليغات، وإحنا كركوك أغلبها فلح وناس يعني عندهم مواشي ومن هاي الأمور. اللي محمل فدهم 20 هاي شيء إلا ينطي له 25 يلا يعبر. يعني بالنهاية مو تعليمات، بالنهاية ابتزاز، ادفع فلوس تعبر. نعم نعم، ابتزاز كلها من القيادات اللي موجودة بداخل كركوك، ويعرفون بالسيطرات وبقون من الناس وما حد يقدر يحكي. يعني أنا بس أسأل حضرتك سؤال يا سيد أبو عبد الملك، السيطرة تكون واقفة بها الميليشيا والشرطة الاتحادية سوا؟ نعم نعم واقفين ومعاهم ضابط. نعم نعم، يعني هاي الصورة. أنا أشكرك لإيصالها يا سيد أبو عبد الملك من كركوك، الله يكون بعونكم ونتمنى هذه الرسالة توصل. يعني هذا الوضع بالعراق، اللي يقولون الشرطة ويهاجمون الجيش ويهاجمون قواتنا الأمنية، القوات الأمنية هي اللي جابت نفسها الكلام بوضع يدها بيد هاي الميليشيات. ميليشيا وشرطة وقوات نظامية بسيطرة يبتزون الناس مثل قطاع الطرق، يأخذون الفلوس حتى الناس تعبر. محمد من الأنبار تفضل. أخوي السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. موضوع هاي الحكومة، والله حكومة فاشلة وتعبانة بشكل. نعم. يعني شنو اللي قدمته من انتهى العراق لحد الآن من الاحتلال؟ شنو نعم. اللي قدمه بس جنب لا مستشفى لا خدمات لا مدارس كلها أهلية، يعني اللي ما عنده وين يروح؟ نعم. يقولون ما تيجون بالعراق ولا ما تزوجوا. واحنا ليش نقول هذا الكلام يا سيد محمد؟ قبل كم يوم اتصلت احدى المشاركات معنا بالبرنامج وقالت بانه احنا ليش نعطي هاي الفرصه للناس ونسمع الحكومات او ذول السياسيين نسمعهم هذا الكلام؟ اللي الوضع هم اللي يطلعون مو احنا نطلع. يا اخي ملينا، يعني شفت الشهداء قد راح الشهداء ياخذون من جبن. نعم. يعني تقبل بالطلقة. انا بس اسالك سؤال يا سيد محمد من الانبار، والله يكون بعونك، طبعا انا عاذرك على كل اللي تفضلت به. هذا العراق عراقك لو عراق ذول الموجودين بالحكم؟ والله عراقنا، بس يا اخي سلطوا علينا، سلطوا نعم. علينا يا اخي، دمرونا هسه دوت من نصهم حرقوا ومفلس الله نعم. دايحين شنو الدايحين؟ بيتك يا سيد محمد بيتك، انا ما اريد انظر عليك، لا والله، يعني انا دا اتكلم وانا مقدر المشاعر ومتفهم وضع العراقيين، لكن نتكلم من ناحيه صحيح. المبدا بيت حضرتك، اذا واحد اجى اخذه منك بالغصب
ما راح تسكت الا لما تراجعها، مو صحيح؟ والله صحيح، بس يا اخي هذا الكلام انا عاذرك يا سيد محمد، والله عاذرك، لكن قصدي لكي لا ننشر هذه الافكار. قبل كم يوم ايضا شاهدنا مقطع مريه تقول اذا ما تريدونا ذبونا على الحدود واحنا نروح نشوف دربنا. ليش هم طبعا اوصلوا العراقيين ومتقصدين الى هاي النقطه، بس ليش احنا نعطيهم الفرصه ونبين لهم ان احنا ضعفاء؟ احنا ضعفاء 100%، لان احنا سلطناهم علينا. اخوي انت انا هسه اروح انت خيب، والله من احساس ولا واحد من هذول. نعم زين، الحكومه تعبانه. نعم الله يكون بعونكم يا محمد من الانبار. انا اشكرك واتفهم طبعا اللي تتفضل به، قوة السلاح وتأييد عالم لهاي الحكومات جعلت العراق الآن يعيش تحت حكم اللصوص والميليشيات، وطبعا الإرهاب منتشر، إرهاب الدولة والميليشيات منتشر، وبالطبع هم يعني يرهبون المجتمع. لكن قصدي هم تعدادهم مش قد بالعدد، إذا حسبناهم كأفراد تعداد الموجودين بالسلطة مش قد مقارنة بملايين العراقيين. يعني الكثرة يقال هي طبعا ليست هم لا تحسب عليهم الشجاعة، لكن يقال من حيث المبدأ الكثرة تغلب الشجاعة، ليست شجاعة من قبلهم، هؤلاء مجموعة مناقضة للشجاعة، لكن تظل الكثرة العراقية، الأعداد العراقيين الموجودين يستطيعون أن يكتسحوا هؤلاء إذا كانت هناك إرادة. يعقوب من جرف الصخر آخر المتصلين، تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله هاي شغلة الأحزاب، والله هاي شغلة ما تروح، هاي يعني هاي مشكلة. نعم. والشغل الثاني هاي مال شغلة جرف الصخر، احنا صار لنا تقريبا 7 سنوات ما حد يمكن هو صايرين. نعم. وما بيها كيف الأمر مو بيدهم، هسه حتى واحد يطب جرف الصخر إذا ما يروح أمر بيه جيران. صحيح. نعم. والله يعني اللي امر من ايران الله يطب جرف الصخر حتى اي واحد يعني. سيد يعقوب حتى المسؤولين من نوابنا. نعم سيد يعقوب انا اشكرك، الوقت انتهى، اعتذر منك، وصلت الرساله. مشاهدينا قبل الختام ننوه ان تردد قناه الرافدين الجديد هو 1727 افقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مره اخرى، 1727 افقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الان ضبط اجهزتكم والانتقال الى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.